بسم الله الرحمن الرحيم. طبعا سادة ضيوف الكرام، سادة الزملاء، First of all, I would like to welcome our visiting colleagues and partner from Romania, Paris, and Tunisia with their spouses. You are welcome in Egypt. أود أن أرحب بكم اليوم في هذا الجمع القريب من قلبي، وإني لأشعر بالفخر والاعتزاز على مرور 80 عاماً على بداية نشاطنا المهني في 1942. 80 سنة، بقالنا 80 سنة وإحنا بنكافح وبنكبر. طبعا أكون أسعد كمان لما بشوفكم معايا، لأن هو ده المكتب بتاعنا عشان كلنا نحتفل بالعيد 80. لو واحد شاف التاريخ بتاعنا ومسيرته يساعدنا أن نجد من أبنائنا اللي وصلوا في أعلى المناصب في الحكومة، في القطاع الخاص، في القطاع العام، وكذلك في المكاتب المنافسة. ونتمنى لهم جميعا التوفيق. وطبعا يحزننا ان احنا فقدنا في خلال المسيرة زملائنا واخواننا، انتقلوا الى رحمة الله، ونادوا الله ان يسكنوا فسيح الجنات. طبعا ما زلنا نؤدي وماشيين على نهج مؤسس هذا المكتب الاستاذ مصطفى شوقي رحمه الله، وان شاء الله نعمل ونامل المزيد من التقدم والرقي. انتم اسرتنا ذات الاجيال المتتابعه والتي تتوارث اشرف القيم واعرق التقاليد ويجمع بين أفرادها انتمائهم لمكتبنا واجتماعهم على كلمة، سواء في الولاء له والعزم على النهوض به ونشر نشاطه بمصر وعلى امتداد المنطقة العربية كلها. المشوار كان طويل، المشوار كان شاق، حصل فيه تضحيات، في بعض الأيام تعبنا وفي بعض الأيام استريحنا، ولكن في الآخر إحنا كسبنا. إن مكتب مصطفى شوقي متفائل بإذن الله بمستقبل مزدهر ومشرق. نستكمل رسالته المهنية في شتى المجالات مع بعض، في المحاسبة، مراجعة، ضرائب، تأمينات، دراسات، اقتصاد، حاسب آلي، كل ده. والبركة في الجيل الجديد والشباب اللي هما هيبتدوا وياخدوا العلم ويكملوا المسيرة. وأخيرا أختتم كلمتي بشعارنا اللي احنا حفظناه، كنا وما زلنا وسنظل بكم ومعكم نواصل النجاح. كل سنة وانتم طيبين. مساء الخير. مساء الخير. طيب، احنا يمكن مش هنلغي كتير. احنا الأول عايزين نشكركم، هقول لكم احنا مين، بس الأول عايزين نشكركم، نشكر مكتب مصطفى شوقي، لان انا واحد من الناس من وانا ايام ما كنت في الجامعه ومن وانا كنت اسمع عن مكتب مصطفى شوقي. فعايزين نشكركم ان وانتم بتحتفلوا بالانيفرسري 80 دعيتونا احنا كويست عشان نبقى بارت من اليوم ده، نبقى جزء من اليوم ده. احنا الانترفنشن بتاعنا معاكم هياخد له حوالي ساعه بس، سو فول اوف اكشن. ار يو ريدي فور سم اكشن؟ طيب خلاص، انا شايف ناس كتير ما بتقولش. اللي هينجح في الاكشنز دي، there is a very nice prize.
Are you ready for some action? طيب نقول مرة كمان. Not only one prize, there are many, many prizes. Is everybody ready for some action? Thank you very much. خليني أعرفكم بالتيم بتاعي. بس أنا مش عارف هم ليه مش منتشرين قوي. At the end, to the left, هنبدأ بشنودة. أول واحد لابس تيشيرت أسود جنبيه عم. وكمان معانا هنا شهيرة اليمين. والأستاذ مصطفى at the back. وحالا هينضم لينا الأنسة آية والأستاذة دعاء. احنا مقسمينكم زونز، كل واحد فيكم لو بص على الترابيزة اللي هو قاعد عليها هيلاقي في ورقة في الأول خالص قدام السنتر بيس عليها الزون بتاعك ورقم الزون بتاعك. بنطلب من الناس اللي شالوا كراسي من على ترابيزات عشان يقعدوا على ترابيزات تانية، بليز جو باك تو يور تيبلز عشان العدد يبقى مظبوط. وهنبدأ مع بعض دلوقتي أول تشالنج. يو ريدي؟ اوكي. قدامكم على الترابيزات قدام السنتر بيس هتلاقوا فيه ورق وإقلام رصاص، كل واحد ياخد ورقة. سيبوا الظرف في حاله، محدش يفتح الظرف دلوقتي، في ورق تاني غير الظرف. كل واحد ياخد ورقة من دول سريعا. كل واحد ياخد ورقة وقلم رصاص. سيب الظرف في حاله دلوقتي. في اكسترا انجلش فيرجن موجودة مع الفاسيليتيترز آية بعد اذنك. الترابيزة اللي محتاجة ان انجلش فيرجن، فور تيبلز نيد ان انجلش فيرجن، آية بليز a couple of English versions. الترابيزة اللي محتاجة فيرجن انجليزي ارفعوا ايديكوا. ثانك يو فيري ماتش. اي از كامينج ستريت اواي. انذر انجلش فيرجن. اوكي. حد لسه محتاج ان انجلش فيرجن؟ anyone in need؟ اوكي. طيب قبل ما اقول لكم احنا هنعمل ايه دلوقتي، انا عايز كل واحد معاه قلم رصاص وورقه يسقف سقفه واحده بس at the count of three. One, two, and three. it looks like ان ايه كله تمام، كله جاهز؟ جايزه كبيره دي. طيب التشالنج الاولاني سهل جدا. مطلوب من حضراتكم ان انت تكتب اسامي ناس في سطر. You need to have a full a line full of names. Whether it is horizontal, vertical, or diagonal. A name that fits with the criteria. يعني مطلوب من حضرتك تكمل سطر بالطول أو بالعرض أو بالورق. Diagonal بأسامي الشخصيات اللي السؤال اللي جوه بيفيت الكريتيريا بتاعته. في الصالة كلها، في التيم كله بتاع شوقي. فكل واحد ياخد الورقة بتاعته ويشوف مين الأشخاص يكتب أساميهم جوه، والشخص اللي هيكمل سطر يقول بينجو، يجي عند الستيج هنا. And it's a very very nice surprise waiting for you. اتفضلوا. هتضطروا تقوموا من على الترابيزات وتتحركوا طبعا. كمل سطر بالطول بالعرض أو دياجونال.
بما ان احنا لاحظنا ان في ناس عماله بتكتب على نفسها، الشخص اللي ينطبق عليه الكرايتيريا لازم هو بنفسه اللي يمضي، لان احنا هنتشك، واللي هنتشك الورقه بتاعته تطلع مش مظبوطه هو اللي هيدي البرايز للشخص الكسبان. هم اللي ماضيين. انا عايز في كل واحده من دول شخص مختلف. كل واحد يمضي في المربع. هم اللي مضوا ولا انت؟ هم اللي مضوا. اسم حضرتك اللي مليتها ولا هم اللي ملوها؟ الاسامي اللي في الورقه لازم تكون الناس اللي ماضيه مش حضرتك. الناس اللي ماضيه مش حضرتك عشان هنشيك عليهم، وتطلع ورقته مش مظبوطه او في اي تلاعب هو اللي هيدي الجايزه للي بعديه. اي واحد يجي بورقه يتاكد ان الاشخاص هي اللي ماضيه عنده مش هو اللي مالي باساميهم. ايوه. هم اللي ماضيين ولا انت؟ هم اللي ماضيين؟ هم اللي ماضيين. طب تعالى على الستيج. طيب عندنا اول واحد اهو بينجو، لو طلع هو الكسبان اللي يجي يقف وراه 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 وراه. وشوف ترابيزتك فين والفاسيليتيتور يديك ورقه. حلو قوي. خلاص عندنا كل الناس تيجي تقف ورا الصف ده، وهنشوفها واحد واحد. بليز هناك من الناحيه اللي هناك ورا ورا بناول الصف. تمام. حلو قوي. خلاص اللي ما لحقش يكمل دن. عندنا كل دول خلصوا. هنمسك اول واحد ونشيك على الورقه بتاعته. ها يلا مين من اول هنا؟ يا ماجد ده. مين تاني واحد؟ عبد الرحمن بدر. عبد الرحمن بدر لو سمحت. وعبد الرحمن خالد. أنطونيوس. وعبد الرحمن بدر. أحمد خالد. مين ده الأخير؟ مين؟ الأستاذة إيمان عبد المنعم. أنا آسف. اللي بعده اللي بعده اقرأ الأسامي. اندهم. محمد اسماعيل. اسلام محسن. مصطفى مالك. محمد عطيه. محمد صلاح. مستر مايكل. اول الصف خليهم يجوا هنا. تعالوا هنا الناس اللي ناداهم لو سمحتوا. تعالوا الناس اللي ناداهم. مصطفى مالك. فين مصطفى مالك؟ اهو. الكلام ده صح؟ الكلام ده كلام مظبوط؟ وحضرتك فين محمود اسماعيل؟ محمود اسماعيل الصح ان شاء الله. ومين تاني؟ اسلام محسن. عمر بقى لابس نظاره. اوكي. محمد عطيه سافرته فين؟ رحت فين؟ اوكي. محمد صاحبي رشته. واخر واحد مين؟ حضرتك فيز انطونيوس؟ مايكل؟ مايكل. انت اسمك ايه؟ يا جماعه عايزين نحيي الاستاذ احمد عزت. الاستاذ احمد عزت علشان هو اللي كسب اول تشالنج عندنا النهارده، والدكتور بنفسه جايب لك جايزه. يا جماعه انتوا في ما تسقفوا له شويه يا جماعه. يلا يا عم هيص. للاسف ما لحقتوش. استعد للي جاي. اللي جاي اسرع على الترابيزه بتاعتك.
كله يرجع مكانه بسرعة علشان لو اتأخرتوا في التشالنج الجاي محدش يرجع يقول لنا مش عارف ما حصلش وانا كنت جاي بدري. الناس تقعد بسرعة علشان التشالنج اللي جاي هيبتدي. أسرع 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 عشان التشالنج اللي جاي جايزته أكبر. كله جاهز؟ طيب اللي سمعني يسقف سقفة واحدة. حلو أوي. بصوا بقى التشالنج الجاي عامل إزاي عشان ده محتاج شوية تركيز بس الجايزة like really fat. أوكي؟ طيب كل ترابيزة مننا في ظرف محطوط قدامك على الترابيزة. لو فتحت حضرتك الظرف هتلاقي جوه الظرف ده قطع بازل. قبل ما تتفرج على البازل لازم تعرف هتجمعه ازاي. اللي سمعني سقف سقفة واحدة. المسابقة المرة دي مش انديفيديوال. يا جماعة اسمعوني علشان ما تضيعوش وقتي وتعرفوا تكسبوا. اللي سمعني سقف سقفة واحدة بليز. طيب الصالة أو القاعة متقسمة 6 zones. تمام؟ كل زون فيها 4 teams. حضرتك مطلوب منك تبص على الورقة اللي على الترابيزة قدامك اللي فيها الزون بتاعك وتشوف ايه التيم، انت تيم A B ولا C، وشوف الترابيزتين التانيين اللي انتوا مع بعض بتكونوا تيم واحد، يعني كل 3 ترابيزات تيم. اتفضلوا كل ترابيزة تشوف مين التيم اللي معاها، هاتيهم جنبكم، الفاسيليتيتور اللي معاك ممكن يساعدك. نفس رقم الزون ونفس رقم ونفس اسم التيم. فكل زون شوف حضرتك زون ايه، ولو انت تيم ايه شوف ترابيزتين التانيين اللي معاك. قبل ما تكون البازل اعرف التيم بتاعك. قبل ما تكون البازل اعرف التيم بتاعك، الثلاث ترابيزات اللي مع بعض. طيب يا شباب خليني اقول لكم تكسب ازاي وبعد كده اعملوا اللي انتوا عايزينه. اللي سمعني سقف سقفة واحدة عشان اقول لك تكسب ازاي. الثلاث ترابيزات اللي هيكسبوا هم 3 ترابيزات من زون واحد ونفس التيم اللي هيقدروا يجمعوا 3 بازل كاملين. 3 ترابيزات مش ترابيزة واحدة. ها. لازم 3 ترابيزات، فين الترابيزات التانيين اللي معاك؟ ثلاث ترابيزات مش ترابيزة واحدة. لو سمعتوا الانستراكشنز كويس شوف فين التيم بتاعك، نفس الزون ونفس التيم. أسرع. كلنا نفس
كلهم نفس الشكل بقى. ثلاثة وروني بسرعة، ها حطوهم هنا. دي واحدة، الثانية، هاتوا التيم بسرعة يا جماعة. We have winners. حيوا يا جماعة الناس اللي كسبوا تشالنج نمبر 2. برافو. خلاص تو ليت، كسبوا هم. انتوا كنتوا تيم ايه؟ انتوا كنتوا زون؟ طيب دكتور دلوقتي زون كام؟ كنتوا مش فاكرين الزون. طب 6؟ اوكي زون 6 هم اللي كسبوا التشالنج الثاني، وليكوا جايزه. قد الجايزه الاولانيه كانت ايه ولا كانت اكتر؟ دي انا قلت اكتر. خلاص تو ليت يا دكتور، وي هاف ا وين تيم. اتفضلوا. كل ترابيزه تتقسم لوحدها لو سمحتوا. بليز. اخر حاجة عندنا هنعملها النهاردة، لو بصيتوا على الترابيزات هتلاقوا كل ترابيزة عليها ورق شجر كده لونه اخضر، كل واحد ياخد واحدة من دي او اتنين، كل واحد ياخد ورقة شجر او ورقتين. طيب الخطوة الجاية ايه هي بقى؟ اللي سمعني سقف سقفة واحدة. اوكي. هنعمل حاجة دلوقتي اسمها الكوميتمنت تري.
هو من الواضح ان في ناس ابتدت تقطع الليفز الورق الاخضر بتاع السنتر بيس. هو لا ده مش المقصود. We're not allowed to take the leaves اللي في السنتر بيس. في ورق اخضر احنا قصينه كده على شكل ليفز. حالا هيجيبوا لكم. ايا can you please get some leaves؟ طيب في حد لسه محتاج جرين ليفز؟ شور آية ودعاء بليز عند الدكتور مصطفى بليز. في حد لسه محتاج ورق جرين ليفز تاني؟ هنعمل ايه دلوقتي؟ الحقيقه بما ان احنا بنحتفل ب 80 سنه مكتب شوقي، فالحقيقه الاكتيفيتي اللي عملناها من شويه البازلز واحنا بنجمعها كده لما قعدنا نبص في المكتب عندنا على مجموعه الفاليوز بتاعت شوقي اوفيس مزارز، لقينا ان واحده من ضمن الفاليوز از توجذرنس. وطبعا اكيد مفيش حد زي حضراتكم ممكن تلاقي عنده هذا الكم من الاكيوميليتيف نوليدج. فاكيد اي نوع من الانفورميشن اللي انت بتدور عليها لو قمت دورت اني وير ان ذا اوفيس هي اكيد موجوده. بالتالي مفيش حاجه في الفيلد مش موجوده وذين ذا اوفيس. بس الحقيقه المكتب واحنا بنحتفل ب 80 سنه، اكيد 80 سنه دول علشان نوصل ليهم الموضوع ما كانش سهل. الموضوع كان فيه جزء كبير جدا من الكوميتمنت او الالتزام. اكيد كل الناس اللي في الاوضه دي كانت ملتزمه بشكل او باخر علشان الشركه تقدر توصل للانيفرسري رقم 80. فاحنا بنطلب منكم كل واحد معاه ورقه شجر عشان الشركه تكمل للانيفرسري 90 والانيفرسري ال 100. اكيد لازم الالتزام ده يفضل موجود جوه شوقي اوفيس علشان نوصل للرقم ده. كل واحد فيكم ياخد ورق شجر بعد اذنكم ويكتب عليها الالتزام بتاعه ناحية شوقي، ويقول يشارك مع الترابيزة بتاعته هو بيلتزم بإيه. What is your commitment to the office علشان نقدر نكمل to the anniversary, the 90th anniversary and the 100th anniversary. وبعد ما نخلص هنشيل الستيكر اللي ورا الليف وهنلزقها في الكوميتمنت تري أو شجرة الالتزامات اللي احنا حطيناها هنا on the right hand side عشان هناخدها بعد كده المكتب وهتبقى إيه hanged upon the wall وعليها أوراق شجر فيها الكوميتمنت بتاعتكم كلكم. اتفضلوا. Please share your commitments. Facilitators, please, you can distribute some markers. Is committed to be back. Contrast markers, please. You have markers? في ماركرز جنب الكوميتمنت تري، لو حد حابب يكتب من الماركرز اللي هناك الفاسيليتيتورز هيوزعوا عليكم برضو ماركرز لو عايزين. في ماركرز اقلام ماركرز جنب التري، لو حد حابب ياخد ماركر عشان يكتب بيه او الفاسيليتيتور ممكن يساعدك يديك ماركر. اتفضلوا.
لو حد محتاج ماركر في ماركر هنا جنب جنب التري او فاسيليتيتر ممكن يساعدك. اتفضلوا. لو حابب تكتب اسمك على الليف علشان كل مره وانت في المكتب تبص تعرف الورقه بتاعتك فين. بيكتب اكتر من طبعا بليز دو. الناس اللي قاعده لو سمحتوا كل واحد يروح يلزق البليف بتاعته على الشجره. اتفضلوا. معلش يا شباب مش هعرف اوضح.
طيب استسمحكم الناس بعد ما تخلص ترجع على ترابيزاتها عشان لسه we still have one surprise. Everybody please remain seated. بعد اذنكم الناس ترجع للترابيزات بتاعتها علشان لسه فاضل لنا one surprise before we go. الناس كلها تقعد على الترابيزات لو سمحتوا سريعا علشان لسه فاضل حاجة هنعملها بليز بعد اذنكم. الناس بعد ما تتصور ارجعوا على الترابيزات بعد اذنكم.
Last surprise and the most important surprise, and all the partners in the office want to thank Dr. Ahmed for managing our office so successfully for all those years. This is from all the partners, the Carl and local, telling you we thank you so much from the bottom of our hearts. الرباط الأسري، إحنا أسرة واحدة. الثقافة دي مش موجودة في حتت كتيرة خالص. إحنا عندنا بنتميز بقالنا 80 سنة إن إحنا عائلة واحدة، ثقافة واحدة. اللي بيخش المكتب صعب أوي زي ما أنتم عارفين يعني، لازم يمروا عليا. وإحنا عاوزين نحافظ على هذا، وبالشباب الجديد والجيل الجديد والشركاء الجدد إن شاء الله نستمر ونحتفل بأعياد كثيرة في المستقبل، وتملي إحنا على أساس إن إحنا بنحافظ على الأداء المميز والأداء اللي الناس كلها بتتكلم عنه. شكرا جزيلا، وأنا سعيد بيكو، ونلتقي إن شاء الله على خير، وتمتعوا بقى بالعشاء. هننزل العشاء.